الإدارة تطرد أحد المرضى الراقدين في مستشفى الكفيل. لماذا؟ لأنه لا يملك ثمن العلاج وليس لديه أحد ليقف معه بعد أن تخلى عنه أهله بحسب نشطاء تداولوا الخبر. نتابع وإياكم. السلام عليكم. أمام أنظار معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، هذا إنسان خطيئ كان بالمستشفى وأهله تاكينه، وللأسف يعني ماكو أي عناية وماكو أي رحمة إنسانية، والآن متروك باب المستشفى وحالته الصحية جدا مدهورة، دون أكل ودون طعام ثلاثة أيام. ويعني حاولنا نستفسر منه تفاصيل ما قدرنا، الدور كان يزحف ونصل لهذا المكان. السلام عليكم حجي. السلام عليكم عمي. شوف الصور الكانونة. السلام عليكم عمي. لاحظ البعيدة ما يقدر يتكلم، للأسف راحت إنسانية، كان داخل بالمستشفى يعني شامري ما أعرف قبل كم يوم، وأهله تاركيني ولله المشتكى. أمام أنظار معالي الوزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن شاء الله يتخذ إجراء أقرب وقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك.